السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مجدي فني تركيبة الحائط والديكورات. في الفيديو ده هوضح لكم الفرع التاني لمحل ماي هوم، هما الفرعين جنب بعض. كنت عملت فيديو للفرع الأول، ده الفرع التاني. كل ما يخص مستلزمات التركي من طبلهات، فازات، الورد، الزرع الأخضر، النجيلة، الكلام ده كله متاح عنده بأسعار تنافسية زيها زي العتبة والرواية بالظبط، ونفس الشغل اللي بيبقى موجود كمان في النزهة وفي أماكن مصر الجديدة والأماكن ديت، بس طبعا بأسعار كأنك جبتها من وسط البلد بالظبط، أسعار جملة يعني. المحل بصراحة تحفة، زي ما وريكم في الفيديو الأول قبل كده. الطبلهات التجميع عنده من أول قطعة واحدة لحد 5 قطع. بيبتدي عنده السعر من أول حاجات من أول 40 45 جنيه، في سعر القطع أساسا في الأنتيكة عنده بيبتدي من أول 15 جنيه، فدي أسعار يعني تنافسية. بتهيألي العتبة نفسها ما فيهاش الأسعار ديت. حاجات جميلة قوي، عنده فازات زرع، عنده الطبلات التجميع 3 قطع، ال4 قطع، ال5 قطع، القطعة الواحدة. كنا في الفيديو اللي فات شفنا الطبلهات اللي هي جوه فريم والواجهة بتاعتها ازاز، برضو اللي هي 3D بتبقى شكلها تحفة. زي ما انتم شايفين كده الفازات اللي هي ال3 قطع. عنده حاجة بقى اوبشن جميل جدا، اللي هو اوبشن الكتالوج اللي بتختار منه الصور. اقدر ان انا اوريك الصورة من الالبوم واجيبها لك من المخزن وانت واقف معايا في مكانك. دي اوبشن جميل جدا عنده، ان هو عنده الطبلهات كلها متاحة، كل الاشكال متاحة عنده في المخزن. بيجيب لك الطبلو، بتشوف الالبوم اللي بيعجبك منه بيجيبه لك وانت واقف في مكانك في المحل باشكال تحفة تنافسية يعني. ده حرف جي، بيبقى 3 قطع كده صغيرين، بيبقى مرقم بارقام، عنده اشكال حلوة جدا. الاختيارات طبعا بتبقى صعبة ان انت تختار من الالبومات من كتر ما الاشكال كلها جميلة، تحس ان انت بتبقى محتار يعني. برضو على فكرة، غير موضوع الطبلهات التجميع والالبوم الصور، عنده كمان الصواني اللي هي موجودة تحت الالبوم ديت، هتشوفها برضو معانا في تكملة الفيديو. الصواني دي برضو بتبقى حاجات ووشنج كده، تقدر ان انت تغسلها وتنضفها بمية عادي. للتقديم يعني، صواني تقديم شكلها بيبقى تحفة. ده حرف تاني كده، حرف الدي ده بيبقى أشكال فيها حاجات إسلامية، حاجات بناتي، حاجات مودرن، ورود، زرع، حاجات طبيعية. الصراحة بتبقى جميلة جميلة يعني. أنا بجد بيعجبني أوي الطبلهات بتاعته، التجميع أذواقها حلوة جدا، وتقدر إن أنت تختار من تشكيلة كبيرة أوي. قليل المحلات اللي بتديك التشكيلة الكبيرة قوي دي ان انت تختار منها. يا رب بارك هذا البيت، دي حلوة قوي برضو. حاجات اللي هي الإسلامية الملونة الجديدة، طبعا دي الحاجات اللي هي ال4 قطع. كل ده ال4 قطع، بعد كده الأحجام الأكبر شوية. زي ما انتوا شايفين كده، حرف T والW، حروف بقى يعني. هو ده التقسيم بتاعه للأشكال، بيبقى تقسيم حروف شوية. ده العنوان بتاعهم 7 حارة الورشة، متفرع من شارع عين شمس، جنب بجوار البنك الأهلي. البنك الأهلي في شارع عين شمس، قريب من بنزينة أزبة النخل كده اللي هي عند المترو. هو بالظبط يعتبر جنب مترو أزبة النخل بالظبط، محطة المترو. البنك الأهلي اللي عند محطة المترو بتاعت أزبة النخل، الشارع اللي جنبيها على طول. المحل ماي هوم. الفازات زي ما انتم شايفين كده، والطبلهات بتاع محمد صلاح، والمودرن اللي في برج ايفل والحاجات دي. عنده المرايات برضو، الحاجات الجديدة دي جميلة، كل حاجة مسعرة بصراحة بأسعار تنافسية حلوة جدا. زي ما انا شرحت لكم قبل كده، طبعا تشكيلة الطبلهات هتلاقي تشكيلة كبيرة جدا 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 كمان يعني. حتى اللي بره الألبوم في تشكيلات تانية في كام ألبوم تاني برضو، تقدروا تتفرجوا عليهم. هبين لكم برضو الألبومات ديت في الفيديو. ساعات الحائط برضو عنده المودرن حلو قوي، كلاسيك ساعات جميلة بأشكال جديدة
حاجات مترقعة، الحاجات بتاعت الصور، براويز الصور، ألبومات الحاجات الأنتيكة، كل تابلو بيبقى موجود عليه الرسمة بتاعته من بره كده بالحرف بتاعه، بتوضح لك الرسمة بتتعمل تنفذ ازاي على الحيطة أو بتركبها ازاي على الحيطة، التشكيلات زي ما انتوا شايفينها كده. حاجات الأطفالي عنده حلوة قوي برضو، أشكال طبلات التجميع الأطفالي. عنده حاجات للبرينسس وسنو وايت وأكتر من شخصية كرتونية يعني، ساعة الحائط اللي هي سي ان سي الخشبية، والطبلات اللي هي الحروف التجميع، حاجات اللي هي الأنتيكة الجبسية ديت شوية. صراحة يعني الاختيار بيبقى صعب قوي وانت جوه المحل ان انت تختار من التشكيلات الكبيرة ديت، طبلات زي ما شايفينها. ده استاذ سامي صاحب المعرض، دي فيديو من زاوية مختلفة للمعرض كأنك بتتفرج عليه بزاوية 360 درجة، داير ما يدور المعرض كله. ما تنسوش بس أهم حاجة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تشوفوا كل حاجة جديدة في عالم ورق الحائط والبوسترات 3D والديكورات. من ضمن الجولة في المعارض بتاعتنا ده المعرض التالت لينا، وإن شاء الله هنزود المعارض، هنخش برضه في معارض أساس وأكتر من معرض تاني. هنبتدي نشكل في معارض تبع الصفحة عندنا بحيث ان انا ادي للعملاء اكبر اختيارات يقدروا يشتروا منها كل حاجة تخص الديكورات والتشطيبات الداخلية. في كل طبعا حاجة هنبقى محددين معرض معين، تقدروا كمان تستفيدوا بالخصومات بتاعة المعارض ديت لما تعرفوهم ان انتوا جايين من الصفحة عندنا. المعارض كلها بتبقى مسعرة الأسعار بتاعتها على الحاجة، على المنتج نفسه، بأسعار كويسة جدا، تقدروا تسألوا بره كمان تاخدوا فكرة عن الأسعار. الاشتراك في القناة بقى وتشوفوا كل ما هو جديد في عالم ورق الحائط والبوسترات والديكورات. ما تنسوناش، وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني جديد. في اخر الفيديو هتشوفوا صور للمعرض، المعرض الفرعي دوت والفرع التاني، الفرعين برضه، عشان تشوفوا شوية حاجات تنافسية حلوة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم، وشكرا.